أحياناً تكون ريادة الأعمال من نوع آخر، ريادة تحفز التغيير الحقيقي والصحيح في طريقة التفكير. هكذا ولدت قصة ريادة ضيفنا اليوم، الطبيب المتخصص في التغذية العلاجية والحائز على الدكتوراه في مجال السموم الإكلينيكية، الإنفلونسر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحفز حب النفس والاعتناء بالصحة وعلاجها بذكاء ووعي تام. طبعاً نحن نتكلم عن مشروع فكر تاني، وأكيد صاحب هذه الفكرة الريادية الطبيب المصري الدكتور كريم علي. دكتور كريم علي يا هلا، شرفتنا. صباح الخير وشكراً أنت مستضيفاني في الإكسبو، وشكراً لضيوفي. يا هلا، إلنا الشرف. الله يكرمك. دكتور كريم، بعتقد في كتير عالم مثلي عنا حشرية، حضرتك طبيب وإنفلونسر عظيم يعني بإمتياز ورائد أعمال، كلمنا عن حضرتك، مين هو دكتور كريم علي؟ أنا طبيب مصري عربي، سبت الطب الطبيعي العادي خالص ومسكت، أنا عندي حلم إن إحنا نعيش في عالم بدون أمراض. في الأول كانوا بيقولوا لي أنت بتحلم، ولكن أنا طبقت ده على ما يوازي مثلا 5 مليون شخص وعائلاتهم، ولقيت نجاح الحمد لله. ممكن نوفر أمراض كتيرة قوي 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 بأشياء بسيطة جدا، يعني 1 2 3 نوفر على كل الدول أو على عالمنا العربي كثير من الأمراض بأقل الخطوات البسيطة. صحيح. دي الفكرة اللي أنا عايزة طبقتيها. يعني أنا هدي مثال واحد بس، لو أنت عندك فيتامين د مظبوط، أنت السرطانات بتقل، كوفيد لا يمكن يجي بكمبليكيشنز، ما يجيلكش سكر، ما يجيلكش أمراض مناعية، جاست فيتامين دي. تخيلي لو ادينا الأطفال والناس في الشغل بتاعهم فيتامين دي، لو نمت بدري نسبة أمراض القلب تقل 300 ضعف. طب المعلومات دي يعني ده اللي أنا عايزة أوصله للناس. إحنا المفروض نعيش بصحة لآخر يوم. أي حد يعني إحنا فاهمين إن بعد 40 لازم أبقى مريض وعندي دواء ضغط وسكر ونضارة وهشاشة عظام، الكلام ده مش صحيح. إحنا ممكن نعيش لآخر يوم، ولكن حياتنا إحنا غلط. فكر تاني، نفكر إزاي نعيش لآخر يوم بصحة جيدة بدون أي جاست تغيير ستايل أوف لايف بس. صحيح صحيح. وبتكلم عن هذا الموضوع، يعني أنا بتذكر من إحنا وصغار، ولما بدنا نقول بدنا نروح عند دكتور عند طبيب، بنعطى الهم أوقات نتشائم إنه هلأ بدنا يوصف لنا هيك وهيك وهيك ويعقد الأمور. أوقات كتير ما منحب نعالج نفسنا. أنا لفتني بطريقتك إنه بتشجعنا نهتم بحالنا، نحب نفسنا كتير، وعن جد فكر تاني، يعني نفكر بطريقة تانية. من وين طلعت فكرة فكر تاني؟ أنا لست طبيب مرض، أنا طبيب الصحة. أنا بوري الناس الصحة. كل عندنا طبيب أمراض القلب، طبيب أمراض العيون، أنا طبيب صحة العيون، طبيب صحة الجهاز الهضمي. الفكرة إن إحنا أمراض العصر دي كلها بسبب ستايل أوف لايف، أكلنا وشربنا وعدم نومنا وعدم الرياضة، ومش هيكلفنا شيء. يعني معظم الأمراض دلوقتي، ضغط، سكر، تصلب شرايين، أمراض القلب، كل ده كومبليتلي ممكن أفويدت، ممكن ما يجيش للبني آدمين خالص لو عاش صح. فانا قلت انا هبتدي، مش هينفع اغير صحه الناس من غير ما اغير فكر الناس. فانا قلت فكر تاني، فكروا ما قبل. يعني انا ليا فيديو قبل الكورونا بحوالي سنه بتكلم على الفيتامين دي وسي وزنك وغسيل الايادي قبلها بسنه. واو. يعني لان هو ده الطبيعي، ده لو احنا الدنيا عرفنا الناس ده مش هيبقى فيه مشكله كورونا اصلا. نعم أكيد. فدي جت الفكره، اغير فكر الناس عشان ياخدوا بالهم ما قبل المرض، نبحث عن الصحه. صحيح. ومثل ما دايما بتقول، كل شيء ببلش بالعقل. طبعا اللي اميزنج، يعني الكل لازم يفكر بطريقه ايجابيه ويحب نفسه ويعتني بحاله. ما عندكيش متعه في الحياه لو ما عندكيش صحه. انا مجالس طبيب، الطبيب مش لازم اقعد في عياده، يعني الطبيب عرف الناس طريق الصحه. لو انت عندك نجحت في اي مجال وبقيتي من انجح الناس في العالم وفقدت الاسيت اللي هو الصحه، لن تتمتعي بشيء اخر. فانا كل واحد في مجاله عايزين الحياه افضل، اهمهم على الاطلاق. بدون صحه لو عندك مليار دولار وجالك مرض مش هتستمتعي بالمليار دولار. فالاول الصحه، اكثر انفستمنت او اكثر استثمار في حياتك انك يبقى جسمك سليم، ده اهم من اي شيء. ده اللي انا بخلي الناس تؤمن بيه، والحمد لله ناس كتير نجحت في كده. نحن كتير محظوظين بالامارات انه هلا عم فاتح مشروع شركه بالامارات، فكر تاني الامارات، وهيدا يعني انت رائد اعمال وبنفس الوقت عم بتمكن رواد الاعمال، عشان لما الواحد يهتم بصحته بيبدع أكتر. صحيح. بينجح أكتر. صحيح. يعني في يعني عم بتنفع حضرتك رائد أعمال وعم بتضيف هيدي، تعمل ريفلكشن انعكاس لفكرك للآخرين. ياريت بتخبرنا عن فكر تاني بالإمارات.
انا ابتديت الفكره تاني الاول على اليوتيوب، وبعد كده قلت ازاي اوصل انا اقرب للناس، مش جاست اليوتيوب او جاست السوشيال ميديا. فالامارات يعني كنت زمان واحنا صغيرين في يعني عالم الاحلام امريكا، دلوقتي عندنا عالم المستقبل في الوطن العربي. صح. دبي هي المستقبل، اللي هو تجمع العقول اللي فيه يخلي اي فكره تغير المستقبل او ان احنا نبقى في مستقبل افضل مكاننا هنا. فقلت يبقى من انطلاقي لكل الدول العربيه والعالم العربي ثم العالميه يبقى من دبي. هنا اسهل، هنا الناس بتشجع النجاح، هنا بيئه عايزه تنجحي اقعدي وسط الناجحين. صح، انتهى البساطه. بالضبط. بما انه نحن بموقع اكسبو وحد الاب كمان اب الوصل، شو بتحس اكسبو يعني شو الانعكاس الايجابي اللي هو اكيد ايجابي بس من منظورك، شو هو انعكاس اكسبو على رواد الاعمال واصحاب الافكار الابداعيه وخاصه الناشئين اللي عم يسمعونا هلا؟ احنا هنا تجتمع العقول يصنع المستقبل. هنا انت عندك 191 دوله كلهم جايين بافكارهم، احنا عندنا نديهم بس هم عندهم كتير يدونا. صح. فاحنا تبادل الافكار ده هو اللي هيدينا مستقبل افضل. ده لو انت عندك فكره تبتديها من هنا، لو انت عندك ما عندكيش افكار تيجي تاخديها من هنا. فتجمع العقول هو اجتماع عقول، ده رايي. اكسبو جمع عقول العالم، المبتكرين، الرواد، المخترعين. فمن هنا دايما على فكره بعد الاكسبو العالم بيتغير، كل التاريخ بيقول كده، بعد الاكسبو تبتدي الانطلاقات الفظيعه والاختراعات. صح. المهوله. فهنا تجمع يعني الشباب الصغير لو عاوز عندك فكره تعال عرضها هنا، ما عندكش فكره عايز تنفذ، انت في ناس شاطرين في الافكار وناس شاطرين في التنفيذ، لما يجتمع الاثنين انت تخيلي. صحيح. الريزلت هتبقى ايه؟ عالم آخر أكيد. وشو رسالتك هيك الرسالة؟ والله رسالتي إن سهل إن إحنا نحصل على الصحة، ما ننتظرش المرض ثم نبحث عن علاج، نبحث عن الصحة مش هيجي المرض. إحنا ما فيش أهم من صحتنا، ما فيش متع لو أنت صحتك فقدت. وفي واحد اتنين تلاتة حاجات بسيطة، أكلك ونومك وعنايتك برياضتك وحركتك وفيتامين الفيتامينات والمعادن، ناس بتعيش لـ80 و90 و100 سنة بدون مرض واحد. فاحنا بنفتح الباب ده ان نعرف الناس اهو في الفكر ده انضم لينا. صح. يعني انا بتمنى كل رواد الاعمال يكونوا عم يستفيدوا من هالحكي، انه مش كل شيء اموال وربح. بدنا مثل ما عطيت اكزامبل، اذا صحتنا مش منيحة خلاص ما رح نستمتع باي شيء. فان شاء الله الكل يكون عم بسمع وياخذ نصيحتك، يهتم بصحته، يحب حاله، يفكر بطريقة الايجابية، يعمل رياضة، وكمان يتأكد قبل ما ياخد أدوية. مثل ما دايما بتقول بالفيديوهات، مش كل واحد صف وفيتامينز، لا هيك لا، كل حاجة ليها حاجة. ليه؟ طبعا. صحيح صحيح. دكتور والغذاء كريم والغذاء أولا. يا هلا دكتور كريم علي، مؤسس فكر تاني، أنا تشرفت بحضرتك وتشرفت بهالحلقة، وإن شاء الله منشوفك بحلقات مقبلة. أكيد يا رب. أكيد بإذن الله. يا هلا.